برنامج حواريه يعني برنامج فيها مقدم واثنين بيحكوا مع بعض. انا بدي احكي كيف احنا بنتعرض. احنا البرامج التلفزيونيه بتعادي دائما كل تلفزيون عنده برنامج على الاقل بتعرض مع الاشياء اللي بتصير كل يوم ايا كانت تكون هذه الاشياء، سواء كانت سياسيه اجتماعيه اقتصاديه ايا كانت تكون. ففي رؤيه نبض البلد تقريبا هو اللي ماخذ هذا الزاويه عشان نعرف بالاول ايش فكره البرامج الحواريه. البرنامج الحواري هو برنامج حسب مدته الزمنيه كل برنامج له مده، لكن هدفه في النهايه يجيب مجموعه من الضيوف يحكوا في توبك معين من كل جوانبه. اوكي؟ هلا في التعاطي مع الاحداث الانيه اللي بتصير كل يوم في تحدي كثير كبير بكون على هاي البرامج. جانب الاعداد هو واحد، جانب التقديم جانب ثاني. طبعا الجرافيك ديزاين هذول اكيد عندكم مشاكل وتكون كثير ضخمه، بس انا صراحه مش كثير انفولد فيها فما بعرفش قد ايش بتتعبوا وانتم اكيد تتعبوا كثير. المخرجين هلا بنحكي تبعنا. لكن نبدا في المعدين في المقدمة. معد البرنامج الاحداث اليوميه بده يكون مطلع اطلاع تام على كل شيء بيصير يوميا. وهذا الحكي بده يخليه دائما مركز انه شو عم بيصير اليوم وشو ممكن تكون التداعيات بكره. يعني افترض انه اليوم استقال فلان، بكره اكيد حيطلع بيان من فلان. اذا طلعت مسيره اليوم اكيد الامن العام حيطلع تقرير عنها بكره. هذا الحكي بيكون متابع ومركز كثير فيه عشان يقدر يكون متواصل مع البرنامج، يكون متوقع ايش انا ممكن يكون عندي السنه الجايه او اليوم الثاني. تمام؟ اعداد الحلقه دائما يكون اهم شيء فيه انه نعرف شو خيارات الضيوف. بمعنى انا بدي اعمل حلقه عن الاعلام. اوكي، مين بدك تجيب على حلقه تاعت الاعلام؟ هلا بدك تجيب اعلاميين. اوكي، مين اللي بيختارهم؟ انت عندك في الاردن 1000 واحد بسمي حاله اعلام، مرات 2000. مين بدك تختار منهم؟ مين بدك تجيب منهم؟ ليش بدك تجيبه؟ هدف الحلقه واحد، وايش الرساله في الحلقه اثنين؟ وشو الموضوع اللي بدك تضيف الحلقه ومين مختص فيه من الاعلاميين؟ مش كل اعلاميين بيعرف كل شيء. في اعلامي بيكون متخصص شوي، انت بتكون تفضله عن غيره. الضيوف بنرتبهم از اي بي سي. هذول الضيوف فئه اي. اذا اجوا كثير وضعنا غلط. احنا كثير الحلقه ماشيه زي ما احنا بدنا اياها. مرات ضيف اي بقول لك انا ما بدي اجي. تروح انت على ضيف بي. مرات ضيف بي بقول لك انا ما بقدر اجي. بتروح على ضيف سي. لما تروح على ضيف سي المعد خلص شغله وجاب لك ضيفك. بس انت صار عندك مشكله كبيره انه انت ضيفك سي ومعدك قايل لك انت ضيفك سي. بدك ترفع انت من نسق الحلقه وقيمتها كيف؟ بالاسئله بتطرحها على ضيفك عشان تجبره يجاوبك جواب القى من العاده. يعني بدك ترفع من مستوى ضيفك عشان علاقتك تقدر تحافظ على برنامجك. عشان نبدا برنامج زي هاي البرامج اليوميه غالبا بيكون في عندك شيء اسمه مقدمة الحلقة. هلا في ناس ما بيعتمدوا مقدمة الحلقة، بقول لك انا ما عندي مقدمة حلقة، ما في داعي لها. انا بحكي كل يوم مع الناس، ما في داعي اقدم ايش انا بدي احكي. في مدرسة بتقول لا انا لازم احكي لو شيء صغير انا ناوي احكي اليوم، وبعدين اللي مستمتع كمل معي بكمل، واللي ما بده ما بده. هي بتصفي خيارات حسب ما انت بتشوف موضوعك. في مرات كثير بتكون المقدمه صفر ومرات بتكون المقدمه صفحه. هذا بحكم موضوعك وشو بدك تحكي فيه. مرات انت في المقدمه بدك تكتب شيء يشد الناس الك، يشد الناس تخليهم معك طول الحلقه مركزين معك ايش بدك تعمل. انت شو موعد الحلقه؟ كيف؟ خليهم يستنوا موعد الحلقه مش انه يستنوا موعد الحلقه. هذا بيكون الترويج اللي قبل. انا حكي عن دور السوشيال ميديا. اوكي، بس انت لما دخلت انت وقت الحلقه بلشت انت في الحلقه بدك تعطي معلومه للناس تخليه يضل معك مركز. بس كيف بدك تعطي معلومه تخليه معك مركز؟ يا بدك تعطيه انك انت رح تعطيه حل للمشكله، او بدك تقول له موضوع انت حتحكيه انت متاكد 100% انه هو بيهمه. يعني اعطيكم مثال. هلا كل الاردن
اشتغل بموضوعين كده. نعم. الفساد. مش المي أكيد. المي الوضعنا كويس. تلاش تقلق مرة تانية. الفساد. ضمان الاجتماعي أو المالكين المسجلين. وين ما بحكي أنت في البلد بتحكي في هاي المواضيع أنت مباشرة رح تلاقي الناس دينيها معك ومركزين معك. الأسعار هلا بنحكي عنها. طيب. التلاش خلنا نقول الفساد مرة واحدة. كبرت الموضوع كثير. الأسعار بتهمنا في الفترة اللي رفع فيها أسعار مثلاً بس كنت قصدي يعني قبليها مش هم الناس إنه يعني ما في إشي إذا قلت لهم اليوم بدي أرفع سعر الكهرباء كلهم بيركزوا معك حكينا اليوم أرفع سعر الكهرباء كله بيكون مركز ما فيش داعي تحكي ولا جملة تانية لأن كله صار معك بس حكيك اليوم إني أنا والله في ممكن يرفع سعر العلف إيش أعمل أنا أرفع سعر العلف إيش أسوي عرفتوا؟ إذا لا نفسي أعرف إذا أنا فكرت في سعر الدجاج. شو هيك هذا فرق المقدمة وين بتكون؟ إذا أنت قلتي اليوم موضوع أنا عرفت سعر العلف ولا واحد من الطبيعي. لأنه ما حدش عارف إيش أنت وين انعكاسه. ما تأثير سعر العلف على أسعار الدواجن. لا تقولي أسعار الدواجن تتفق. لما بتوضحي للناس جوا الحلقة. أسعار الدواجن. اتفقنا والله بما فيه سعر العلف. أوكي. فهذا دور المعدين في العادة أكثر منهم. أكثر جزء بتعب في البرنامج دائما في أي برنامج عمل يعني الإعداد ليه لأن الإعداد كثير بده يكون مركز بكل شيء وكل الجوانب بتاع الحلقة مركز فيها وعارف هذا وين بده يروح وهذا وين بده يروح هذا شو بدي يعمل هذا شو بدي يعمل والمعد كمان بيكون عارف كيف شو بده يحكوا إلى حد ما أو متوقع على الأقل كيف شو بده يحكوا هلا بيجي هون لمقدم البرنامج شو بيكون عليه دور دور أي مقدم برنامج إنه بده يكون كثير مركز أول إشي مع بلده. أول إشي لما ينحكى أنا اليوم بدي أحكي في الكهرباء لازم مذيع البرنامج يعرف تماماً شو كل تداعيات هذا الموضوع وليش بنحكي عن كهرباء اليوم يعني بده يكون متابع زي ما المعد متابع إيش بيصير في البلد. المعد لما يقرر هو يعني يمنع الحلقة عن هيك حيث يكون المعد لما يشتغل شغل المذيع لازم يشتغل حاله يكون عارف تماماً شو الموضوع. مين حكى فيه؟ شو نحكى فيه؟ وشو ممكن ينحكى فيه؟ اوكي؟ وشو بده يضيف لما بيحكي في هذا الموضوع؟ فاهمين قصدي ايش بده يضيف؟ لانه كثير مهم انك تعيد حالك. اسوء شيء في الاعلام انك تعيد حالك. ليه؟ تعيد حالك. او تعيد كلام كل الناس عارفه. او ترجع وكانك بتشتغل بمذكر. ايش بتعيد؟ ما حد بده يتذكره. انا بعرف ليش بتعيد علي انا فهمت. زمان قلت لي هذا الحكي. يا بدك تجيب له شيء جديد، معلومة جديدة، فكرة جديدة، تطرح بطريقة جديدة، أسأل أسئلة طريقة مختلفة تأخذ منها إجابات مختلفة عشان تقدر تخلي إيش؟ الناس تحس إنك أنت فعلاً عامل شيء جديد. لأنه أنت بالآخر اللي بتطلع على التلفزيون، بتطلع على الشاشة وبني آدم بحكي. إذا حسوا يعني أنا مش عم بحكي شيء فعلاً أو حسوا إنه عم بحكي شيء والله هو حكاء ولا شوي عاد حاله سؤال ثاني بزهق ما بيرجع يفتح عليك. وتذكروا دائما التلفزيون كبسه يعني في اي وقت من شيء تغير مش عاجبني شكله مش عم بحكي مش حال بعد كل ساعه بقول ممكن واحد الكبسه يخلص من خلص كل اللي عملته طول اليوم خلص انا كبسه ليش كبس الكبسه لكن انت غلطت اللي فتح وبلش يحضر خلص وعارف انه هو بده يحضر إذا كبس الكبسة يا الموضوع المرة ما كان يا إما أنت كثير عم مللت وزهقت يا إما أنت غلطان في شيء يعني ممكن مخرج مرات يغلط مخرج بكون شغال يقطع في الناس اصبر شوي عليهم عشان ياخذوا الدنيا واحد بيحكي وخذ رياكشن للثاني طلع عليه خلص أي بيحكي هو أنت كمان المخرج بيكون يركز كثير في مشاعر فأنا بدي أنوع والبرامج الحواريه ممله بالطبيعه انا حكي ما حدش بده ناس صراحه ولا حد بده واحد يغلط ويحكي له سنقوم وسنفعل وسنعمل بالظبط يعني كيف قرات جريده الصبح شكرا فترجعوا اذا نفس الجريده بلا عرفت مشان هيك مصبي كثير دور مهم هون على المعد مقدم وبرضه المخرج انه يخلوا اللي عم بيحضر يحس انه والله انا معاهم عم بيحكوا معي بيحكوا
كيف انا مش كنت ضمنها. انت بدك تخليه معك انه نحن نخليه معك. انا قلت لكم بالاخر هي كبسه. اذا كان بس هتكون ممكن على ثقه انك انت يعني. ما راح تخلص مره ثانيه. ايه؟ انه ما راح تنحضر مره ثانيه. هلا ممكن بعدين يرجع لك بس اذا انت زهقت مرتين ثلاثه ما راح يرجع لك. شوف ما فيش بني ادم ما فيش برنامج في الدنيا تحضر لك مره وتكون كثير مستمتع فيه. بس شو بصير معك؟ تحضر له تزهق. ممكن ترجع له مره، ممكن ترجع بعد اسبوع. اذا شفته ممتع شوي احسن من المره الماضيه بتفكر ترجع له كمان مره. اذا زي المره الاولى او اكثر يعني. كمان تصير في زياده ما حترجع له. في نفس اسم المذيع بالضبط بس في الاسماء. في برنامج مصري هو مذيع مصري عادة تستضيف الفنانين والمخرجين وناس وهيك يكون انه حلقة حوارية يصير مثلا في رسام ورا الكواليس بيعمل لكل فنان كلمتين يعني البرنامج ممتع كل مرة بتقعد تستنى انه ايش بتسوي المرة الجاية ايش بتعمل انا بسيب ناس الشغل ما تحكوا لي انا اسمها طويل كثير يعني أيوة صعبة. هي كانت فتاة. أيوة. هلا هذا برنامج شوفوا دائما في فرق بين أحداث فنية وبرامج فنية وبرامج حوارية مع فنانين. حوار مع فنان عادي الفانز تبعه بضلوا يحضر ل كمان خمس ساعات قبل ما أبدأ التصوير. بس الدين أي سياسي بتجيبيه في الأردن ولا برا الأردن الناس مش هتسمعه أكثر من 10 دقائق. ربع ساعة عشانك نص ساعة بعد هيك إذا أنت أول 10 دقايق ما حسستي إنه فعلاً شوف خليك قاعد يعني هحكي إشي كبير أنا هحكي كلام مهم على فكرة ما راح أسكت خليك معي أنا هحكي كلام مهم إذا ما حسستي هيك ما حيقعد معك ولا دقيقة زي اتجاه معاكس اتجاه معاكس مدرسة هلا حنحكي عنها المدرسة مختلفة تماماً من مدرسة القصر مدرسة الآخر لازم يتقتل لازم إذا ما تقتلوا إحنا اليوم ما عملناش شيء في اتجاه المدرسة هاي مدرسة موجودة وكل مذيع أخذ مدرسته يعني كل مذيع بشكل المصريين عندهم خمس مدارس تقريبا في التأديب في منهم اللي بيطلع بيعدل لحاله بدون دروب هو بيحكي مع الناس ما عنده مشكلة بيحكي معهم ساعة وساعتين وثلاث عادي يحضروه عشان تكونوا عارفين القلم رصاص اظن انه انا ربي بصراحه مش هجيب بحيث عارف البرامج الدينيه هلا هي مش الدينيه بكل حاله بيحكي عم بعدين مره بيطلع بيحكي ساعه لحالنا اوكي بس ديني عارف انكم اوكي بس عم بعدين بتحكي سياسه بيطلع بيحكي ساعه لحاله من غير ما يسرفوا ذا يسرفوا ذا بيطلع بيحكي لحاله بيجيبوا الساعه الثانيه بيجيبوا وحسب انا بقول احنا ما في مدارس في ناس بقول لك لا بدي اجيب رفيق ثلاثه واربعه بقول لك انا بقول لك انا محصور فقط بالسياسيين ما بستضيف في البرنامج الا سياسيين حتى لو موضوع اقتصادي وكثير مهم البلد اللي انا فيها ما بعنيني الموضوع انا ما بستضيف سياسيين زي سياسه الشرع على التلفزيون التونسي مستحيل طب مصر يعني تونس انت ورطاني في جانب الاقتصادي بقول لك ابدا انا ما دخلني انا بحكي سياسي هاي مدارس اكثر ناس متنوعين في المدارس عشان هيك الصراحه مصريين يعني هم بيخترعوا والله المدارس بيخترعوا تفاجئوا بيقولوا بيخترعوا بتعرفوا شو من وين اخترعوا الفكره ولا من وين جدوا يجيبوا اولاد صغار يحكوا في السياسه ما بعرفش كيف ايش عبر بس هم يعني متطورين وعندهم فكره مشان هيك لاحظوا انه كل عيد انت ما بنعرف شو بصير في مصر مش كل الناس تعرف شو بصير في معنى هذا التنوع في البرامج وهي خلينا نحكي بسرعه ان احنا نطور برامجنا احنا عندي برنامج يقعد عندنا 20 سنه على ما هو نفس الطريقه نفس التأمين نفس الضيوف كمان شوي نفس الديكور طبعا الموضوع مختلف تماما كل بلاش شيء ما في شيء اما مثلا يعني هذا برنامج اوكي في برامج اخباريه المفروض انها تكون طويله الامد بس يا اخي يعني خليني احس انك انت جددت لي شوي طب غير الاسلوب طب بلاش احكي معي بطريقه ثانيه غير بلاش استضيف اول شيء وحط الاخبار اخر شيء غير اي شيء اي شيء ما في عادي جدا بقول لك احنا طبعا كثير بنحب التقاليد مش تمسك على فكره هذا الوحيد اللي فيش فيه تقاليد
بس احنا هيك مش تقاليد البرنامج ضروري جدا الحفاظ عليها، حتى لما احنا بغيب عنا البرنامج وبرجعوا بيرجعوا برجوع يكون رديء حرصا منهم من الناس ما تنسوا عبق الماضي. طيب هذا شو تشوف هذا الماضي؟ أنت تزامن بس تجلد تاني. لازم تشوف شيء كثير قديم. مش بذكركم أيام الشباب. طيب في قديم البرامج الحوارية حكي عن الأحداث الآلية. قلنا المذيع لازم يكون مخطط. ليش المذيع لازم يكون مخطط؟ لأنك أنت لازم تكون عارف إنه أنا لما بدي أسأله هجاوبك، أنا حاطط أسئلتي، ما في بني آدم، ما في مليون بتروح أحط على فكرة، مش حاط معاه على الأقل أفكار رئيسية. لازم. في الغالب يكون برضه عندي كثير مساعدة. أعيد على فكرة، أنا عملت عن هيك وعن هيك مثلاً. عملت على هذه النقطة وشايفها كثير مهمة. وكمان لقيت واحد كاتب مقال في هذا الموضوع كثير مهم. وإذا بدك في مقال مكتوب في الجريدة الفلانية بتحكي عن الموضوع اليوم. كويس. هذا يدوب بس. كيف ضروري إن المذيع كمان يكون تابع للمواقع الشرعية؟ مش رأي العالم شو يعني هو ما رأيي يعني شو ممكن يكون شو هم الإعداد؟ يمكن الإعداد شو تبغيها؟ بس في مثلاً الكومنتس بتيجي على تويتر أو على فيسبوك يكون هو أساساً ما في منها. بس شوي هو بحط الإعداد فقط أنا بدي أحكيه. هاي مثلاً مش مضبوط بشوف كيف. أنا مثلاً ربط البلد في فقرة للسوشيال ميديا. وهي جديدة علينا. بس هذا بحكي جديد علينا. زمان كان اللي هو يوم. دخلناها تقريبا من سنة 8 أشهر. أما البرنامج سنة 4 أشهر. بنحكي عملنا سنتين 4 أشهر. بنحكي كويس. دخلت بدري علينا السوشيال ميديا بس مش كثير. كان الموضوع مريح في البداية. عشان أكون صريحين. كان موضوع كثير صعب. إنه أنا بدي يكون عندي رئيس وزراء. وأترك أسئلتي اللي أنا حاططها. الموضوع اللي انا مقرر افتحه واسال سؤال بيسالوه الناس على السوشيال ميديا ما كانش في الاول كثير مريح لا للمذيعين ولا للمعدين ولا للمخرجين هلا صار اساسي عشان الناس تتفاعل ليه؟ اي بالضبط بس الناس ومرات كثير على فكره انت بتكون مفكر حالك إنك أنت مع الشارع فاهم الناس إيش بيها بتلاقي حالك إنك أنت كتير بعيد عن الهجوم يعني أنت قصدي هاي كتير نقطة مهمة فمشان هيك هذا دور جديد للسوشيال ميديا اللي ساعدها بس إحنا ما بنوجه السؤال إحنا زمان أول ما بلش كنت نحط 3 العصر الحظة كانت من 7:30 مثلا الوقت من 3 إلى 6 إحنا شو وعم بيحكوا الناس عشان انت رايحين صح ولا مش رايحين زي ما بنحكي هلا اذا بنحط البوست على 8 بنطلع في حلقه 8:30 خلص احنا فاهمين كثير اكثر الناس ايش بدها واذا بده يجينا السؤال او اثنين من السوشيال ميديا احنا مش حاطينهم سهل كثير نسال عرفت قصدي؟ فهذا دور كثير اكيد السوشيال ميديا وهم بيقولوا كيف فضولي بحالهم خاصة صحيح لا تتحول يرفع كثير مش يعني انت شو بتعرفوا لما بتعرفوا انه بتعرفوا اكثر منكم منهم شوفوا الناس ايش بيعرفوا انتوا بتحكوا ايش بينحكى منكم انت على التلفزيون بتحكي ايه تمنية بس هم شايفين الناس ايش بيحكوا هم بيحسوا حالهم كثير مركز قوه اي برنامج ما حد لا تطلع من غيره لا مخرج ولا معد ولا مذيع هيك هم بيسمعوا كنت أكيد. طيب، قلنا عن السؤال. الحين شيء كثير مهم. لما تقدم برنامج بسأل الضيف. فيش واحد ما فيش حدا في الدنيا ما عنده موقف تجاه قضية معينة. صح؟ فأنت بتسأل سؤال. إذا سألت السؤال طريقة بينت موقفك. أنت كثير طيب. يضلك حيال. أنا أقول لك كيف يضلك حيال. لأنه كثير صعب يضلك حيال. لما أنت مثلاً رفع الأسعار. إحنا قليلين. مش معقول أجيب واحد يرفع الأسعار. في مدى كان سهل. كان سهل الشعب. طيب.
مشكلة بشارع مكة صورناها اوكي موجودة مشكلة عشان هيك بس لما بحكي في موضوع زيارة في الأسعار ليش أصور؟ كانت تقدر تعيش معها مش بتحب لا مش هيك بيطرح السؤال أنت حكيت بلف ودوري بلف ودور بتدور على أكثر صيغة سؤال أكثر صيغة سؤال ممكن لما تحكيها ما تظهر موقف بتكون كثير من الوقت يعني بدل ما أحكي بحكي له انت رفعت اسعار الكهرباء كاني بحكي له يعني ليش رفع اسعار الكهرباء لماذا لا خلص انت هيك رح نلعب بشغل بس ايش ثاني راح اعطيك العقل اوكي توقيت القرار مش هيك شوي يعني هل كان مناسب بالنسبه لكم لما تقول انت هيك الناس بتكون حاسه لحد ما انك انت مش عاجبك بس انت ما حبيت فهمتي قصدي؟ بتكون كثير وهنا دور المخرجين مرات بلغطون يعني انت بتاخذ رياكشن مش منيح بتروح تكتب الدايركت بتروح بقطع لينك عشان يفرجيك الناس انك انت متضايق وهو بيخدم طريقته انه انت بتقدرش تحكي انا متضايق فهو بيطلعك انك انت متضايق فالناس بتعرف انك انت منزعج من هذا الموضوع اللي هو بين الناس اصلا مرات كثير بطلعك مكتسب بما انه الجواب عجبك وما عجبك فانت بصفي وجهك واللي بحكي مش لسانك ولا اسئلتك انه اذا هدول اللي حكوا انت ما اخذ موقف صدقوني هاي تيجي مشكله بعدها قدامك انه الضيف بطل يتعامل مين ما كان بيجي تستضيفه كمان مره يقول لك لا ما اشتغل شكرا لا ارفع معك طب ليه بقول لك لا شكرا يا الحلال ايش في بعتذر منك تكتشف بعدين الوسط هذا كثير صغير بيكون يحكوا لبعض انه هاجمني على الهواء ما شفتوش كيف كان يحكي معي على الهواء ما شفت اسئلته كيف كانت عشان هيك هاي مدارس والحياه كثير موضوع صعب وفيش في الدنيا صحفي او اعلامي حياتي 100% ممكن بس هلا انتم تكونوا عاطينه لليوتيوب كل حلقة لها خصوصية في حلقات نحكي فيها عن رؤساء وزراء في كثير منهم يقول لك معلش أنا بدي أطلع معك بس بدي أعرف شو المحاور وأعرف ما ليش اوكي ممكن يعني اوصل على تفاهم بدي انا بعض انا وياك نحكي الاسئله مره بس عشان افهمكم لعبه بنلعبها احنا في الاعلام دائما انا بعض انا وياك بحط الاسئله اللي بدي اسالك اياها انا بحكي فقط رئيس وزراء وفوق يعني من اللي صدقناهم مع رؤيا احنا صدقنا كل وزراء وزراء باستثناء نادر الذهبي وعبد الكريم الكبير وصدفنا الامير حسن رؤساء الوزراء كلهم اثنين طلبوا الوزراء والامير حسن مره طلب الوزراء اوكي بقيت قال لك اسالني بدك اياه ما عندي مشكله احكي لك ودائما على فكره بيطلب منك الاسئله اللي بدورته اكثر انا بحب اطلب الاسئله ما بحب ما يطلب الاسئله لا اطلب الاسئله لانه هو بالضروره رايح ولا ما تسالني هذا السؤال انت بتجيب لي لبس الاخر شكرا ما بدخل سوشيال ميديا الناس بتسأل انت ما سالتي تفهم مستقيمك انت شو انت شوفي اهم شيء في الاخر كيف انت الناس تطلعك انت بتحكي بلسانك ولا بتحكيش بلسانك احنا بنحكي عن حدا ثيوري
ما في مجال في اي حال من الاحوال تطلع عندي بتحكي بجهه والناس بتحكي بجهه. بدك كثير تكوني مركزه بهذا الموضوع. فمشان هيك دائما المعد والمدير بيروحوا بحطوا اسئله مع الضيف مع بعض لما بده الضيف احط له الاسئله. ويكون المعد يكتب والمدير يسجل ملاحظات ويطلعوا اثنين بيتفقوا انه احنا على فكره عندنا 8 اسئله طلب هو يلغي منهم 3 في منهم 2 بيدخلوا فيسبوك بالراحه. طبعا عندنا سؤال في المشكله كيف بدنا نجيبه؟ بصير ندور على اي صيغه تلمح على السؤال عشان بالاخر ايش يكون كثير مرتاحين مع حالنا ورايحين بصير نحن سالنا كل شيء. ولا يمكن تكون صيغه السؤال صيغه اللي حكينا وياها في العالم بس هذا شطار انه اذا انت عملتي هيك مره مره بقول لك انت بتحسس الناس انك انت مش صادق معك. ولما احنا بنحط الاسئله اصلا ما بروح ما بكون قاعد انا غفيان واخطر على السؤال اصلا شو قال اصلا شو كان يحكي عن هذا الشخص بحط من خلاله السؤال اكيد الناس بتسال. في كثير نادر كان انه تجيبي انت ضيف من حجم كليتي وفي سؤال يجي على الفيسبوك او على تويتر احنا مش حاطين كنا حاسب حالنا كيف بدك هذا ما تبعنا له اذا كان هذا السؤال كثير هذا طبعا كثير ضروري انك انت تشوفي الضيف اصعب شيء ليوصل يفتكر لما يدخل على الحوار لا واحد ثاني بيصير فعلا جاوب تقول لي مشاهدين الكرام اسعد الله مساءكم زين صار بيه هديك يعني شو بدي ترجع مرة ثانية ترجع دائما خليك انت لطيف ومبتسم حتى لو تسأل سؤال زين سؤال شو بدي سؤال مش حاضر عندنا اكيد ولا حاب ينسجم ابتسم خليك كثير هاد جاي انا ما بتذكر على الصفحة مرة على الصفحة لانه نرفزني قدر ينرفزني صراحة لانه حكى بسم الله الرحمن بلش المقدمه الطويله تاعك لاصماء انا ووطن ما انا عيب بالحلقه انه ممكن بس ما نبداش في المقدمه تاعك ما بكذبش عليكم 74 سنه ممكن اي ممكن اول ما بدينا فيها فانا ضايق فانا بقي علي كثير حلقه انا مقصر بس كان غلط هلا بنحكي خلص الحلقه بس انا كنت كثير غلط المفروض كنت انا ما لك حق وارد ابطل الموضوع بطريقه ثانيه وامشي خلص مش داعي يعني انا عصبت عليه انت جاوبت مشاكل بس يعني كشف لك تجاوب ليش بدك تجاوب ايش في تجاوب طب انا ما بدي اجاوب بدك تجاوب كان الشاهد من الايام كان الشاهد من الايام بالضبط هي حسيت انك تفش بالمشاهدين ما هو انا هذا الشيء كل الناس بس حط في بالك بالاخر هي حالي اذا شو صحيح كويس بينك وبين حالك الناس مبسوطه كثير انه انت شفت كيف؟ ايوه بس مش برضه مش كل الناس بالضبط بس انت بالاخر ضايع حالك انا على اكل يوم ما كنت كثير يعني ما كنت كثير تقييم شخصي بس كتقييم برنامج انت رفع مستوى هلا في البرنامج اوكي مقاضيه ممتاز شكرا لك لا بس يعني برنامج الشارع الشارع حمار الشارع كان حاله مهم يصير معنا. ما في واحد بيسال اسئله ما راح نسال فيها. بس. شايفين كيف؟ كشف 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 كشف. انه حلو لا مش حلو. شو كان هيك؟ السماعات خلاص كانوا غسلوا ايديهم مني انا خلاص كان ابوي عم يجي. هاي انا فاهم جاي تعليق من المخرج. المخرج المخرج المهم. أنا بقولش المخرج والمعلم بعد ما يطلع المذيع على الهواء يكون مهم المذيع الآخر يكون برنامج ليه؟ لأنك أنت بتحكي مع الناس إذا أنت غلطت المذيع والمخرج غلط غلط شغل بس أنت غلط فهم غلط إذا أنت مشيت النجاح
يعني انتم مع نفسكم يعني ان شاء الله انا مع راسي المدير والمخرج انه عندي خاف يحكم مع المذيع ولا على هوا كثير انت معصب بس عارف مثلا روح عصب زياده يعني انا بين اي عصب يعني إذا عندك مرات تدخل عليك وتقول لك يا أخي ابتسم شوي انكشف على هوا كثير صعب بدك تحكي مع كاميرا بتسأل ناس ما بتعرف يمكن رجل مرات يجي على باله ضيق ضيق يجاوبك سؤال يعني ما أنزل الله به من سلطان بدك تتصرف ضحك عليك انت بتكون كثير مكسب وإيش عم يجاوبك؟ وبيجاوبك في السؤال ولا طلع على السؤال وطور في الإجابة ولا ما طور في الإجابة وقديش المدة الزمنية اللي أخذها عشان يجاوب هذا الجواب لأنه الضيف اللي بعده يعني بنعمل عليك الرشوة بده ياخذ نفس الوقت اللي أخذ من أخوه بجاوبه وبيجي أسأل السؤال بيقدر فيه ياخذ نفس الوقت اللي أخذ من أخ الأول بالإجابة لأنه ممكن ينص على الهواء قدام كل البشر بتاعته يقول لك أخذت من وقتي حكى ثلاث دقايق ونص في مفيد بده يحط الساعة قدام حكى ثلاث دقايق ونص حكى دقيقتين ونص أو أنا حكيت عن الأشياء زي هذه اللي بتأخذها على هون. أنا إيش عم بقول؟ حاطين الجد. مش مجال صراحة. تكون كثير عندك سرعة بديهة كفطاطة مع الخبز كفطاطة مع المخرج كفطاطة مع المعد أولها بقول كثير صعب المخرج والمعد يتعاطوا معك وانت على الأول لأنهم ما بيعرفوش كيف طبعك بس شوية صغيرة بيصيروا حافظين. لا تقول له عصب انت معصب انه حيعصب زياده لا تقول له اضحك انه بيعرف انه مكشف بكشف زياده لانه مضحك بدك تكون كل في مذيعين بقول لك انا شو ما عم ما تحكي معي بس هذا ايه وقتي في مذيعين ما بقول ما بدك في مذيعين بدك بس بالاخر انت كمذيع مهمه كثير انه مخرج يكون متواصل معك هلا هاي في مدرستين في تركيز تضلها شغاله طول البرنامج انت سامع المخرج بيقطعك ليه؟ يا كريم اتحرك بسرعه يا حبيبي حضر لي الفاصل كمان خمس دقائق والضيف بحكي بدك تحكي وانت سامع ممكن شغال هيك حديث هو ما يقصر عشان سنة انت على الهواء بتحكي ممكن مع رئيس وزراء او وزير بتحكي عن الطاقة يعني في مذيعين بقول لك لو سمحت بس اطلع الهواء ما بتتعدل الرئيس اذا لازم نلاحظ او بدك تواصل بالضبط يعني مش كثير زي ما حكيت كثير مش هيك كل واحد له طريقه اذا انت قدرت انك وقدرت انك انت تكون مركز مع اللي بنحكى بدالك وما عاد يوفقك تشتغل اي برنامج وين ما كان كيف ما كان لأن أخبارك في الأخبار مفتوحة 24 ما مسكر إذا أنت متعود إنه مسكر عليك وجايوهم كانوا من الطريق يفتحوا عليك كثير أحسن شيء تتعود إنه في حد يحكي أهلا وسهلا أنا ما إلي فيك يحكي محمد بطلع بس ما بطلع إذا ما كان محمد ولا يحكي لا 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 ما إذا حكى محمد حكى بيس ما هذا غير هيك حكى حكاش محمد حكى مع مين أنا ما أنا مشاكل مشاكل هلا في واحد بيحكي بدي أركز معه هلا هم ناس اللي تحكي عنهم بالكواليس تمام بس هم الواقع مش هم دائما الناس بالكواليس بس هم الواقع مش بالكواليس هم جوا دائما يعني سواء حتى أخوة حتى عن المدير وعن المنصب واحد يحكي عن الخطة فأنا مش عارف أركز خصوصا إنك أنت دوشتي في بين هذا بدك تحكي موضوع مهم وفي ناس كثير بتستناني على فوق إنه تخيلي حالة الأخبار تخيلي إنك في الأخبار مين اللي بتحكي؟ مش في واحد بتحكي أنت اللي بتحكي في الخبر المخرج بيقول لك على فكرة بعد الخبر تجيك الفيو بعديها نرفع تحكي خبر ايه طيب خذ اتصال ودف جاهز ودف جاهز شايفين الضيف انت
إذا ما تعودتي الظاهرة ليست مفتوحة، لا لما تعمل هاي الحركة على الهواء قدام الناس التلفزيون لما تشيلي تقبلي من دهنك ترميها، يعني أنت ما بدك مزعجك يعني ما بدك معلمك خلص. بالضبط، في واحد من الاثنين دخل في شيء بالنسبة لك معلم، صدقيني إدارة القناة حتجي تقول لك مين نبتك؟ شو صار معك؟ ضرورة تعرف شو صار. ليش تخطي المذيع لدرجة إنه يرمي التنفيذ من بلد؟ بس كثير نادر. لا لا تسيب تقول المذيع في عالم برمي. هذا احتمال. أنا ما صار معي. بس طبعا هاي مش شيء يعني في إعلانات في فصل إعلامي بقدر من خلال الاحتمال. مش دائما أنت تعرفي إن المخرج بيكون دائما دائما على المذيع. يعني المذيع عنده مطلوب أي شيء. وفي مذيعين سيئين بيكونوا يتصيدوا جاب على الجزيرة بلدي هلا يلا. طبعا بني آدم اللي مخرج بده دقيقتين بس عاوز أعطيه مجال يكون جاهز للقصة. في مذيع عندك بوكس بوب يا يعني قال مع الناس كان ما حكيت الكاش انا بدي اطلع الفاتحه عشان ما بيجي دور راني جولد واللي كثير مدربين ما ملتزم فيه انا ريح راسي مش عارف راني جولد ولا ما اصلا خلص انا مخرجي ومعدي ثاني مع بعض ما بيعرف انا بدي اخذ فاتحه في على الوقت بيني وبينه وعلى بيجي معي تجبرني تاخذ فاتحه ولا ازرق شوي عشان يعني بحكي الموضوع عن التحكي كيف تبدأ بشأنك؟ لأنه لما هو يسألني السؤال مستحيل ما أطعي لأنه راح أحس براسي هيك أو هيك عادي الآخر عادي كنت تعودي أنت تعطي مع مخرجك ومعدك هي بصفة أي بصفة لا مش مشكلة هي بصفة إنه الواحد يقدر يستعمل عشان بيشتغل مثلا يستعمل عشان ممكن ما يحط حاله الموقع هو بده فاصل فبعد الحلقه فاصل كان بيتكلم ماشي مجمل مش ثلاث ارباع برامج بس هون بكون الفرق قديش في كيمستري بينك وبين المخرج وبين المخرج برنامج يومي لازم يكون في كيمستري بينك وبين المخرج انتوا عم تتعاملوا مع بعض البرنامج مش 8 ونص يعني شفت المخرج 8 ونص بيطلع 8 ونص ما هو زهقني من الصبح هو بيحكي تليفونات قلت له انا وياه على 6 وقعدنا شفنا اخوي مره ومرتين وثلاثه دخلنا بيتك رح نحكي استقبلنا ضيوف مع بعض والمخرج يوسف استقبل الضيوف معنا بعدين دخلوا هم اثنين سبقونا على الجبل عشان ادخل انا والضيوف جوا احنا قاعدين كل يوم نقضي مع بعض برنامج يومي واللي بتعاطى مع احداث متسارعه مش برنامج فني يومي شو بتفرق معه حيقول له في عندنا فاصل يلا شو هيك نطلع فاصل برنامج فني عادي بس لما يكون انت عندك ضيوف تحكي معهم في موضوع بهم بني ادم او بهم فئه معينه من الناس كثير مش حلو الحسيب كثير مش سارع يلا فاصل ايش؟ سوء اخبار والحسد والايش؟ هي عمالنا بندور على وقت كيف نمشي لها ناقص انتي قصدي؟ هون تلك امر في اليوميات في البرنامج اليومي يكون كيمستري بين المعد والمخرج والمقدم هم فاهمين بعض حافظين بعض والا بس في الرننج اوردر هو المقياس وبتمشي على الرننج اوردر زي ما هو والمخرج ما بيطلع بيحكي معك طول الحلقه ولا بيدخل والمعد اذا سمعتي صوته على الهواء بيكون جنبك هي مدرسه بي بي سي بي بي سي ما بيحكم على المذيع لو طبعت سماء مرة المذيع يشتغل على الساعة ما بيشتغل على الساعة لا ما لهم دخل هو
هم بيقولوا عن مين؟ هم جواب دير البي بي سي من 30 ثانية 45 ثانية أكتر من تجربة. بعد هيك بتطلع كذا. شخص واحد دقيقة ونص حد أقصى يجاوب. طبعا لازم دائما نكون جاهزين. طب بيقولوا عندنا هو يمكن لا ما بنحدد انه احنا اول شيء بنرجع لما عندنا رينج بورد. كان عندنا رينج بورد بالبدايات بعدين لغينا صار عندنا طريقه شغل معينه عندنا احنا فاصلين في البرنامج واحد على 50 58 دقيقه واحد بعد 9 دقيقتين في وقت لك اياه على طول بكون جاهز خلص. مرات كثير بيكون الحوار حلو بعدش اطلع فاصل لان المخرج يقول زي ما نشتغل بعد ما يقول بدل البرنامج هو مشتغل هم فاهمين انه انا هلا ما راح اطلع فاصل وانت انت تطلب الفاصل تذكر انه هدية كله تطلب الفاصل وممكن يسجل المخرج بس المخرج حتى لو طلب وهو بده يحاول يسمع المخرج بيطلع بهاي الميوزك بيطلع فاصل ومشي بس لما انت ما تطلبه بالفاصل ليش مخرجك يطلع بالفاصل؟ مرات يقول لك لو سمحت انا هلا عندي فاصل ممكن تعطيني فاصل وانت ماشي في الحوار ما بدي مش ما بدي لا بس لو كنت بترجع شو اسوي له؟ انا بحكي هلا بالموضوع بدي اكمل ان شاء الله بس اخلص انا بعطيك الفاصل احنا نفكر حالنا بتاع كمان مره بقول لك المدير لما يدخل على الاستوديو يحس حاله هو هلا البرنامج هو اللي بيدير يمني بدير انا بحكم ايش بدي وانا عارف شو بدي فانا بشتغل لما عندك بس وبتحقق ما انت اذا في ضيوف في تجهيز بس انا بس هيك قال لي هذا ممكن تضاف مطور اضل عندك بدك ترفضه ما بدك تطلع كل كلمه عنه عشان هيك هذا اللي بفكر بكون ممتاز يعني معي ملاحظه بس ايش بدي اعطي بس ايش تحكي مع لو كان طويل اليوم نزل الكرسي عشان يصفي طوله تقريبا زي ما يقول لك وعارف الكرسي اعلى من الكرسي حاسس ان الكرسي المذيع اعلى من الكرسي اذا المذيع كرسي اقل وكاني انا اضعف منه المخرج كان ذكي لما تقدر تقاطع مباشره تيجي عليك الصوره ويكون شايف ضيف وخلص مش عارف في عندكم سكرين جوا الاستوديو بتكون بكون شايف حالي لما انا حكيت قطع عليه قبل وهو بيحكي ما عنده مشكله يحس كمان انه حد مهم مش انا كل الضيوف في البرامج الحواريه والسياسيين بكون فاكرين حالهم جايين يعني انا اهم واحد في الاستوديو كله كنت امين عام وزاره 15 سنه كان بيحكي معاهم زي كذا كمان بالطلب مش كل يعني بدك تجيب وممكن يوصل خلص خلص مش هيك بحكي معاه شوي شوي لا انت ترجع بيصير فعلا تحضر لما تكون تحتي تمام على طول المقاطعة أنا حكيتها
فلا من كل ما يجي تتقاطع المدير هم ما تفرشوا على المدير في المدير كبير كمصورين شو بتنين مرة؟ بجيبوا مستيقى بجيب كل مدير صفى أسلوب المذيع هو دائما بعمله قبل بشكل يعني حد خلص أستاذ تفضل يعني محتاج شنو عم كمل كات تفضل عشان أقول تخيل بس أعرف عبد الله طيب يعني الحين أحكي أنا مش مخرج أنا بحكي بحكم خبرة مش بحكم يعني بحكم تجربة عملية ممكن أول شيء مذيع يعني عيب يقطع الضيف متى ما هو بده في شيء اسمه خلص معلومة هيك مركز التعبير خلص معلومة ويبدو أنه هو أخ مستطر كثير ماشي عمر معه ومسار فرق التواصل بديك تقولي انت بس يخلص معلومته هاي تقولي اوكي لو سمحت اما تحكيش لا ضد رايه يعني ماشي يعني مش طبيعي يعني ماشي اصلا كيف تبين الشعب يحبه اوكي مو بس الواحد اللي اكيد مين كان هو ماشي صح في وين رايك هو مستوى المجتمع اللي بتفضل يعني المجتمع قبل كده وبقبل هيك المنظر بس في الايام هذه كل مجتمعات الوطن العربي معظمها عشائريه وعندها هي ما بتعاطى مع فئة المجتمع بتحكي مع كل الناس دائما هو اسلوبه هيك وفي ناس بتحب هذا الاسلوب وفي عندنا في البرامج الحواريه ناس بتحب المذيع اللي دائما يكون مؤدب في ناس بتحب المذيع اللي يكون يعني فيصل القاسم لكل العالم العربي بيحكي في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحضره يعني كل برنامج له محب وله واحد ما بيحبه هاي بصفة طريقة الجمهور اللي بتحكي معناها فيك بتحكي مع جمهور دائما انا على ثقة الـ MBC مش عم توجه لا يعني واحد بحكي عن مشاكل بتطبيق مخصص للطيران السورية اوكي بس السورية مش هنقدر هم برنامج مخصص لهم زي اكشن اوكي ماشي ممتاز بس كيف اذا هذا البرنامج بوجه حكي في كثير دول خليج تهتم بالدول السعودية في كثير دول خليج تهتم بالشأن السعودي وكثير أردنيين موجودين في السعودية هم هم الشأن السعودي احنا بس انا بقول احسن شيء نعمله دائما احنا نصح فيه تعميم عندنا حطه في المشروع بس احنا بشكل عام على اسلوب مذيع انه هذا مش احترافي هاي هاي مش احترافي لا لا اكثر ولا اقل يعني انا ما بعرف احترافي ما بعرف اسلوب احترافي اساسا كمان مره خلينا نحكي معلومه عشان تكون دائما احنا كاعلاميين بنشتغل هو بس الفكره انه انا المعلومه لا بالضبط بس هاي سوري ملاحظه صغيره ارفعوا ايدكم او استنوا لحسين محمد نحاول وقت أوضر بأن كل عادة بسيطة يعني خلينا نكتب إحنا نشتغل في الإعلام ونشتغل في الإعلام لازم نكون فاهمين إنه مش كل الناس عارف هذا مهني ولا مش مهني هذا بيشتغل يعني الرننج أوت ولا ماشي صح ولا مش صح ناس بتحب مرات كثير مش مهنيين عادي بتحب اللي بيعصبوا واللي بيصرفوا واللي يعني زي حلقتك هذيك مش مهنية بس إذا تحبتها مثلا تيجي أنت لحلقة مهنية ممكن تعمليها بنفس الوقت ما تحبها بس أنا شو بسير لك مهنة ما عصبش عليك في ناس ما ضربوش في ناس كانت تبعت على فيسبوك السوشيال ميديا يوتيوب والله كثير يوم مش حلو هاي 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 الأجواء دائما يكون في الآخر في فريق عمل البرنامج تخلص الحلقة بيكون هم مرتاح بينهم من حاله يكون فريق عمل مرتاح كمان إحنا عملنا اللي إحنا بدنا لأنه بالآخر البرامج اليومية كل آخر أسبوع بيجي بنقيم أسبوعنا كيف صار نشوف أسبوعنا هذا شو ممكن نحكي فيه عرفتوا كيف؟ أنت إذا إجت آخر أسبوع تقيم طلعت حالك لقيت حالك أنت
هاي انت راح تدخل بسينك الاسبوع الجاي اصلا ايش معها؟ مش مرتاح. انا ما عم بدي عليها. اذا كان البرنامج كثير ماشي حلو ناس وعيد وما في احسن منه كثير تفكر انت. كيف انا ظني منيح؟ لانه ما قدرش الاسبوع الجاي يكون انا الاسبوع هذا. وعلى فكره مش دائما يحدث الان بين كل الناس يعني. هلا ايش اكثر شيء يصير في البلد عندنا؟ حراك النوار صح؟ هذا الاسبوع بننظر له اعطي مثال السبت نوار احد نوار اثنين نوار اثنين نازل ممكن بيفكر نوار يا جماعه نوار ثلاث ايام نوار ممكن خلاص كفي لو سمحت نوار وفي شيء ببالغ غير نوار يعني بدي احكي عن شيء ثاني احكي لك عن توجيهي ترى كانوا كثير مبسوطين توجيهي خلص فكره مش مشكله والله بقدمه بيشوفوا عادي تعرفات عادي كلهم بس بالاخر الناس بتحب دائما كثير لما الناس بتعطي احنا دائما عشان هيك في الاحداث اليوميه ما بنقول بس هي سياسي مستدعك بتروحي شوي على الاتصال اذا في موضوع اجتماعي محرز تقول الله بحبك في ذاك الاسبوع تطلعي يعني انت من جو الخنقه تبع السياسه وزهق الفلسفه تبع السياسه السياسيين بنفسجيه فمش كثير الناس بتحب وإحنا كلنا شعب على فكرة عشان كلنا بنفهم السياسة كنا عارفين رئيس الوزراء وعارفين كيف يصير ما بيجي وفي تزوير كنا عارفين وين هيك مفيش داعي حدا يجي يحكي لنا فإحنا بالنسبة لنا إيش بدي يحكي يعني إيش عن الطاقة فيش نظام طب أنت فيش فيش عن المي وانه عن اشعاع المنتج المياه الكيسي مثلا المي الكيسي حتوصل مش هتوصل بلاش مش هتوصل طب اسمع طب ممكن يكون مش تاني ما تحمل 2013 2020 ما بتوصل طيب بس طلع موضوع عن الساعه الساعه الماضيه الشمسيه ليش ما بتوصل طبعا مثلا معناه معنيه بالشان النووي عندنا نفط الاردن مليان مليان بس ما بنقصي خلوه احنا على بحر طب عندك قاع طن البنزين بايدينا الله الله كاسه بنزين في بركه بنزين معنا بنزين في بده شغله عشان انه ينجزها انا مش عمال يعني هيك صار كثير كثير بقول شو اسمعوا حتى الناس بيجي يقول لك هاي كاسه بنزين في بركه عشان هيك مش كل شيء بنسمعه بنسجله هيك ولا كل شيء بنقراه بنسجله هيك ركز انك انت لما يصير شيء لازم يكون عندك طريقه تكمل هذا الشيء خاص واكيد انه صار وفي مجال تحكي عنه انت كل جوانب التلفزيون الفيلم لما تطلع منك طلع خلاص تطلع لا بترجع ولا بتتعدل زي الفيلم ولا بتنشط ولا ممكن تحكي لرئيس التحرير لو سمحت اسحب مقال اليوم بتقول لك مره ثانيه طب ولا ويب سايت في نفس الدقيقه ينزل فيها خبر تدخل بتعدل الكلمة وبتمشي طلع طلع أيوة شكرا خلاص روح يا صرت يا خبرت عشان هيك انت كتير مهم كمان مرة مش كل شيء بنسمعه بنصدقه ولا كل شيء بنقرأه بنصدقه ولا كل شيء بنحكيه بنملكه كمعلومة موثوقة لما مرات تكون انت عندك كتير ثقة في المعلومة اللي اجتها كتير يعني ما فيش مجال يكون كذب عليك في اشاعات ما تنتهي تحكي انت يشاع ما بتحكيش ما بتحكيش اخر دراسه وينها؟ انه يقول لك بتطبيق في دراسه معك مين عملها؟ مختص؟ معي؟ انت عايز دراسه واعطيك من كيف كيف من وين جابوا مي؟ من وين؟ شو بصير فيك انت؟ في مليونين مكان وتضيف على الهواء انت قد ما كنت سريع بديهي وانا ما كنت شاطر قد ما كنت عارف كيف تشتغل كنت الاسئله للمدير وعجبه ايوه لانك انت تفضل انت انت بصفي
عشان تكون انت فاهم. تخيل حالك تطلع على الشاشه في ضيف بيسال المدير، مين المدير معنا؟ انت وين رايح؟ لما صار هو انت فتحت له مجال بده يسالك، انت حاطط حالك في خانه كثير مش خانتك، صرت في مجال مش مجالك. صفى بعدين لازم الواحد لما يفتح التلفزيون يعرف مين المدير ومين مين الضيف. هيك انت اذا واحد فتح بدايه راح يقول هتصير ضيف برنامج. يعني بتجاوب. عشان هيك ما بتجاوب حتى لما يطلب منك واحد من المدربين. طيب انت ايش رايك؟ معلش انا ما بحب احكي رايي لانه في موضوعنا بتقطعي مباشره عليه وبتكون كثير قاسي بتقطعي. كثير قاسي عشان الضيف يفهم انه انت كمان ما راح تسالني بهي الطريقه. انا مش حصول. مرات يكون الواحد قديم في السياسه يعني صار 20 سنه وزير ولا هذا واحد يعني عارف كل اللي حكي صار صراحه يعني مهمه المقدم الناس على المهمات صار معهم هذول بدك تكون كثير انت عارف رايك في سؤالك وعارف شو ممكن يجاوبك. اوعكم تذكروا انه في مذيع ممكن يدخل على الهواء حاط اسئلته حاط قدامهم بلش يسال وهو مش متخيل او حاطط في باله انه كل واحد شو ممكن يجاوبه من صح. اذا مش عارف هذا الضيف شو راح يجاوب؟ شو ممكن يجاوب؟ احتمال اكبر يجاوبني انه او لا. حبيبي فتحت الملف ولا فتحت الملف؟ اذا انا مش عارف هو كيف راح يجاوبني؟ مش متوقع كيف هو راح يجاوبني؟ انا ضايع. ما راح تكمل دراسه من بعدك. لا تصفي انت كأنه سؤال وجواب مش حوار. كثير نفرق بين برنامج الحواري برنامج مش سؤال وجواب الحوار. يعني بتجاوبني باخذ من جوابك من بعدك وبرجع لك لما بدي من جوابك. بس احلى شيء بالنسبه للمدير يعني مو تبدي انه يعكك انه المدير في مدعين الحواريين كيف تحكي بطريقة احترام عشان يكون الثاني بطريقة وايد. ما في مذيع ما معاه علم ولا كيف مدعينا؟ بشوف ما في مذيع. وهو ايه بقول لك بس يعني وين رايح؟ هتكون على طول لحاله بده يشغل وعره. لا يا عم تحكي لك تطور وسلام على بعض. هذاك بكون مذيع. هذاك بكون مذيع. قد ما كان ماشي مذيع. انت على الهواء مخك يعني يا دوب تركز بين اثنين ثلاثه بحكم مركز مع الفجر في واحد بتكون انت كل يعني جوارحك انا بنيت في ناس سليم في ناس خبير بضيف يكمل الجواب براحته بعدين بسال من جواب في ناس بقول لك انا ما بستناش لما يحكي لك انت بدك انا هيك مش مستني اول بس يخلص. طب انت حكيت انه اول جواب يوم كلام احكي. ماني مصدق اللي عم اثر فيني عيدها وتاكد بالتاكيد ما حكيت الشيء هيك رح جاوبك. انت على فكره مش انا مش هيك بالضبط حكيت مش قصدي صفي انت بتغلط انه انا مع الهواء الناس سمعتك حكيت هيك على فكره بس انا مع الهواء بطلت اقدر اسال السؤال شو بتعمل؟ مش بعرف لما يحكي المعلومه خلينا عند هاي النقطه شوي وقبل عند هاي كيف يعني؟ فهم اثبت شو الفكرة؟ اثبت ان انا وشرف دائما خلي سؤالك فكرة قصير انا ما بدرس السؤال قصير في ناس بتقول لك السؤال بيكون عبارة عن صفحة جريدة بدي اسألك حول ايش فيه؟ لا ليش؟ طب انت مش انت مش حتسأل وتجاوب انت بتسأل وتسمع جواب يعني مثلا لو سالت سؤال بجوز انا سالت صح؟ بعدين بصير معلش خلينا نقسمهم بصير احكي لك انت معلش انت اتوقع لو قطع بحكي لك مش غلط فيه كنت انا اقرر اني اسال سؤال ايش؟ الجسم كان سؤال طويل وبروح بكمل كثير السؤال بحط اكثر من 1000 معلومه وبصفي انا بساله بجاوب بس 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 انه انا ايش؟ قوي عارف كل شيء وين رايح مسك زمان الموضوع بالضبط بس صار الضيف يقول لي ناخذهم واحده واحده ممكن؟ يعني مشان هيك حسب ايش تعمل؟ تصليح كثير السؤال
أنا هلأ بس أتعطى بالسؤال ما أكثر من سنتين بسأل شيء. في موضوع بده سؤال طويل. أقوله عندي سؤال من شقين. الأول أسأله خليه يجاوب بسرعة عشان يفهم إنه بدك تجاوب بسرعة. بدي إياك تجاوب بسرعة. ومخرج بيقول فهمي إنه أنا هون بدي إياك إذا مش حيس إذا طول حقا. لأنه عارف أنا حكيت من شقين. عشان تعرفوا إيش معنى كنستي بين المدير والمخرج. أوكي حكى شقين. معناها حيسأله إذا طول حيطع عليه حتى ما تروح يرجع عليه بسؤال تاني. أنا بضبط جاهز يخدمني. أنا حطع. أنت قصدي؟ إيه بتصفيتي عشان برضو السؤال سؤال. السؤال القصدي بيخلي الناس تحس إنك أنتي حيسأل كثير. بيخلي دماغك خاف حيسأل كثير. طب هذا حطتني ساعة ويسألني كل سؤال تكت كلمات وين رايح وين شو بدي أعمل؟ بصيروا خايف. لازم نضيف يكون خايف هون. إذا ضيفك هو قاعد عندك كان حاسس حاله كثير قوي، أنت كثير ضيف. كان مرتاح. مش مرتاح، يعني بضله خايف من سؤالك اللي بعد السؤال اللي بتسأله. بضل خايف أنت ما رح تروحي بالآخر. ولوين حتوصل بعد الأسئلة. ويكون نائز إنك أنت محضرتي له شيء هو مش جاهز له. لما يسألك شيء تحت الهواء، حتسألني عن بنشوف كيف. أنت بتكون صدق يعني. انت لما تسال انا اهلا وسهلا شكرا اذا انا مش حاططها انت تعطيني اياها واذا انا حاططها وكان موعدها بعد الفاصل ما بسالها قبل ما اخذ الفاصل اللي بعدي قلت لها انا اخلص الحلقه انه هم يقول في الفاصل معهد مخهم ايش بيجاوبوا مش وظيفتي انا ما اخليه معهد في شغل مش ضروري يكون عنده الباطن اشتغل فيه وجمع كل الاجابات اللي ممكن يجاوب فيها وممكن يكون فيها كان يخبط على كل ما انت تخلي بدك تحكي اكثر شغلات ما كان بدي احكيها ويطلع من عندك ولا كافي كلام انت خليتني احكي حكي انا ما بدي احكي بكون كثير مبسوط وكثير تتبنت عشان تعملت الجلسة اذا طلع من عندك ما حكيت معك ولكن بقول لك يعطيك العافيه حلقه ممتازه كان خايف منك كنت جبته على الهواء بالأسف حس الموضوع كان سيكون بين المخرج والمقدم والمعرض. حس لما تيجي مثلاً فكرة برنامج ما عنده تطرح من المذيع والمخرج كل بس كيف سيربي. هاي الأسماء هذا إشي وارد عند بعض الناس مش وارد بالضبط. في الأردن في الثلاثة المذيع هو الأساس بعدين المعيد بعدين المخرج آخر هم المخرج في الأردن هم المخرج في قنوات ثانية المعيد هو الأساس المذيع بالدعوة شوف دائما تبدي المذيع صعب ليش صعب؟ لأنه صار مجيب بلاش من أيوه هلأ تعود عليه زي ما سألت واحد تاني عليه مسرح إذا بدنا نغيره هلأ فكت بعدين مين بدنا نجيب اللي بعدي تصبر ولا ما تصبر ومسرحش ما نغيره مين اللي ورا اللي ما حد يشوفه عنده برنامج عنده برنامج فين المخرج عدالة إذا خبص أولا ما خير عدل على العالم يعمل في نفس الأطباء هل لا 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 شو لا مشان هيك لا 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 عشان هيك لا 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 كبير إنه لا لا ومنيح وكويس لا لا فيهم إنه مش مخسر، مخسر التلفزيون مديره هيك التلفزيون تفكر بس هو فعلياً كثير مهم المعيد قديش هو المعيد شاطر قديش برنامج ناجح قد ما كان المذيع شاطر إذا المعيد مش شاطر ما صح، لأنه وصلت أساساً مع المعيد مش مع المذيع عشان هيك هو المركز تبع البرنامج هو الحمول تبع البرنامج الناس بتعرف المذيع بس المعيد هو الأساس
إذا كان قوي التقوي مش هيك إحنا بنعمل كيف بين المعد؟ المعد صاحي عندي مصطاحي أنا هو القصير سؤال هنا أنت هاتف شوية مش عارف المعد يعني مش كتير ممكن عن المصطاحي الأسئلة أول شيء كان هو التوقع بعدين الأسئلة والضيف مين مقرر وكنتوا حريم حريم عليها مختلف عن الاختلاف لا الله معكم اثنين حتى الحين بيجيبوا المخرج يقول هذا الاسبوع ما بظبط بس لما بدهم يحكوا بدنا نحكي الاسبوع الجاي عن الموضوع الثاني المخرج شاف الموضوع بظبط مع الست والاسبوع يا جماعه مش موضوع يقعد الموعد يقول طبعا الموعد دائما هو بحكوا الاسبوع الجاي احنا مفكرين نحكي الاسبوع الجاي عن 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 عن, عن, عن. يعطيك موضوع ثاني. يجي مثلا يبيع يقول لك انا ما بدي اعمل موضوع عشان احنا تيم ورك رؤيه جديده. يجي يقول مين بالصف هذا بحكي عن حكي عن مصدرش. لانه في برامج المذيع بيقول بدي احكي عن هيك اشتري معي بالضبط. لا في مذيع بيجي بيحطون مثلا بيناقشوا هاي الاسئله. وفي ناس يكون المذيع حاط له اسئلته الحرف والنص بتطلع شغله. ولا كلمة زيادة تسأل خلق في هذا الحديث نجب إحنا نشتغل نقعد كأننا معين توسع معين إحنا نجدين كل شهر كل خمسة كل ما أخذ أسبوع كل ما أخذ أسبوع بنقيم الأسبوع أبدا حتى كل ما أخذ نقيم أسبوع كيف شيء بعدين منهم شو ممكن يكون احنا الاسبوع الجاي؟ بنحط خمس مواضيع خمس ايام ولتمانية بنحط حدود ولتمانية بنحط قديش بدنا اذا بدنا تقرير الثمانية بدنا تقرير بدنا اليوم الثاني تقرير اليوم الثاني تقرير بنحطه باليوم الاربعاء احنا معانا خميس وجمعة لسه بعيد بدنا نمضي بلد السبت وبناء عليه نشتغل مش شرط يمشي ابدا بالضبط توقف في الحلقة ذاك اليوم تتعلق تاني وهون بصف اللود الأكبر على المعد هو اللي بتخزن هو اللي أنا بحكي عن كل كثير لما صارت الأسعار إلا بصفحين إلا بقول برنامج صار من ساعة ساعتين المذيع كان هو يطور على كثير المعد الله يعينه كان يجيب له فعل صار يجيب 8 نفس الليلة الورد داخلي مسكر يوم نضرب قاعد يسكر مباشر شغال مباشر مش مستأخر خمس دقائق مين اللي وطاني المذيع انا هو عندي ضيف ما طلعوش اجيب ضيف واحد ثاني. ما لي علاقة. أنا ما حتدخل غيري، ما بطلع ضيفات. مش حطلع على الهواء مع الضيف ضيف. لما يوصل الضيف بيبلغوني. مين هي المرة الثانية؟ مش بس إنه نادر. نادر. وكان هذا الضيف يقعد معك 30 دقيقة 35 دقيقة أو 35 دقيقة
مش اخبار انت بتحكي عن برنامج حوار واضح اه شو هتعمل مش شو هتعمل تكمل مع الاثنين مين بيتحمل مسؤوليه دور الاثنين تاخروا انت مدير لا احنا المدنيين في مدن مين طلع؟ مين طلع؟ طبعا حيصحوا من المساء بس انه انا واحد طالع جوا
عشان تكون مهمة التوضيع. بعدين يحط سؤال ضيف ما خطر في باله. ومرات نحن ما عندنا مسألة. لا نظر. طلعت عليها استنفي. يعني في حلقة بعد بس كلام كالعادة بيجي في بالنا. فيلم الشغل العام. أبسط شو بدي في اليوم. أول سؤال سؤال سؤال. انت وجودك على رؤيه لنا بلشت وجودك على رؤيه لنا بلشت وعشي كمل أنا بدي أخلي الناس تحس إنه ترى فكرة هذا اللقاء مثل أي واحد تاني. أنت هون جاي تحكي إنك وزير أعلام فلسطين. أقول سؤال أنت راح قال لي أصل النبي يقول قعدت كم مرة أنا طول حياتي مهني. ناصر جوده لما إجى وزير خارجية أنت من فيديو ولا برشلونة؟ كان من بعض فيديو برشلونة. مين بتشجع اليوم؟ هو سؤال. عشان كنت أول شيء بعدين في مرض نفسي يكون خايف مبين عليه بروش طلع فيه مصافن هذا مش كيف تحكي عليه بعض هذا مش كيف يحكي هيتأتي وطبعا مش راح كيش مش راح هيصير بدين بروش خلاص وفي منه بطلعش من المحكي هم يصنع بدارة لو تبتل تسمية ترجعين بس هي فعلا تفرد وجهة تزر راسة هم مبدع أول ما يخلص تفاصل مخرجك لأنه فاهمك عارف ما يحط لفاصل لأنه الخلع مخرج حاسس أنه الخلع فهو حيالك أنا أحط الفاصل جاءت مطلع فاصل وأول ما يطلع فاصل بدعت طبعا ما حد يسمى شعبك عشان تريح قلبك إنه هاي مش وظيفة المعدة ولا المخرج الاثنين هم فوق شغولك اللي بدك إياه وعد دور بك تريح قد مرة عليك ممتاز مش معلش على فكرة الكلام اللي حكيته كثير كبير بس ما يعني يا رب ما يسألك إيش أنا أحكي ما حدا تجربه بس هاي يعني لما نكون دائما في تجارب جديدة يعني خلي يكون أول مرة أجيب ضيف أنا بعشرة يعني هيك عندنا ليست دائما موجودة هدول سبق وطينا معنا أيوة بيشتري زي مثلا الدكتور خالد كان عنده كم مرة خالد كان عندي مثلا بتجي لي حكاية هم صدق اختيار عن البطاطا عن الخضار عن الشعر عن اسعار القهوه اذا كثير مسموع او حابه تحكي في موضوع مثلا عن صباح المواطن الاردني يمكن يخرب الوضع هذه الحكايه عنده احنا بعد ايش ممكن يخطر في حياتك كامله مرحبين هذول لانهم خلص لسان منطلق ايش ما تحكي بربط لك اياها بشغله انت بتعرف ايش كيف المطلق وبطلع في الموضوع مفتاح الافاق انت على الحديث والحوار شكرا هذول اجنن المسكين كمذيعين احنا انا لما يكون الضيف عندي مثلا دكتور خالد كلالبي حلقه ماشي روح بنام حلقه ماشي خلص طيب حلقه مع سمو رمي حسن بصراحه رمي حسن استصغرني سنه يعني حتى شو هداك لكن تصغير يعني سبك جديد هاي وقت كثير مهم تدعي قدمها هندبل بس هو بأربع أيام كان بعمان تكفي كيوز كان عم بيحكي تبع لما أقابل شوي كان موعدها غلط بعرف عشري عشري زحلطة برضو تتبع عشان هيك لازم تكوني عارفة شو الحكا ما عيب ليش بنقول قلنا كثير ملاحظة مهمة
المذيع البعيد يخسر. لما عبد الله نسور اجى على رؤيا كان طالع على العربيه طالع على الجزيره طالع على المينا، يعني زلمه خلص خاين. لو انا لو عنده كاس فضي ولا شيء اكيد ايش فيه؟ بدنا مشكوك اللي عندك اه بيتغير. انا حضرته اربع مرات ولا سؤال حكى معه ولا كلمه حكاها حيرجع يحكيها مره ثانيه. ممنوع يحكوا يا ابو حسن ممنوع. لما انا لما احنا ممنوع كان كثير مش حكي لما حكى خلص هو كسر قاعده هو مش كسر قاعده هو بيحكي لي انا حرجع احكي نفس القصه معنى كلامه معنى كلام المذيع ولا معنى انت طلبت من الشغل معناته هو بده يرجع يحكي كل اللي حكى هذا حكى انا من المذيع انا عارف سعيد بس اكتب عن الناس شكرا لك يا سعيد كده عارف ناس تقلب وانت كبسه هذيك مثل كبسه من غير ما تخيل زي سريعه بعيد لا اجي بسرعه ناس احضر بس لما ايش في مالك طبعا انا كنت الحلقه انا معلش لو سمحت ان شاء الله هو كنا انا كنت عامل مظاهره بالتدريش لما بلش البرنامج كثير من الناس وقفوا يتفرجوا يعني يتفرج عليها قالت توقيت الحلقه لما مع انك ما حافظتش يعني متوقعين اه بالظبط تغير مش هيك تسال سؤال كمان انتوا جميل شباب إذا ما فيش حد يحط لك ضوابط ولا حد يحط لك حد إلا أنت. محدش فيكم محدش فيكم يفكر هذا ممنوع أحكي ما في داعي أحكي ما في داعي أسأل السؤال دول بخوف. أنت أول من هدول كلهم اللي حكيتها لا تتعلم. الناس شايفتك. الناس تسمعك. إذا أنت بلد ما حد يحط لك ضوابط عمرك. إذا بتحكي كل هذا بيجي واحد من وراك بيقول لك بحكي لك الناس مش بتنفعك. أوه. أنت كمان أنت شخصيتك. بالظبط أنا صحيح. أنت جزء من البرنامج لأن شخصيتك في البرنامج اللي بتفرض. بدك تفرض إنه أنا في حد تدخل معي. بعدي أنا ما بسمح حد يتدخل. انا بقبل يوم النقاش تحكي اللي بدنا اياه وقبل الهوا نحكي انا وياكم اللي بدنا اياه بس على الهوا انا بحكي انت حكيت لي ايش بدك واعطيتني الملاحظه اللي عندك انا حر اخذ فيها او ما اخذ فيها انا بشوف شو الاحسن. مش 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 احيانا بقدر اعتمد بالفضول بعض على كل مدرسة شو أوكي. أحسن مدرسة لما يكون تلك الكيمستري أنا عالية بين الثلاث هذا اللي يسمونه تيمورك هذا نادر تيمورك كثير نادر يعني مين بدك مين ايش بتشوفيه في معيدين يقول لك أنا ما بحب أشتغل مع مدير مشهور مش نادر اختار كيف المعد أسألها أقول لك إحنا كيف المعد أول شيء بيكون عنده connections اثنين بيكون زلمة بيعرف عنده سرعة علاقات جذوب عنده بعد تفكير سياسي اقتصادي واجتماعي كله طالع فهم الدنيا وين رايح حتى بصفي معد شاطر بيجي بعدين فيش معد يمسك البرنامج من أول يوم بضل آخر يوم غير يعني احنا وقت البلد كان عندنا معك غير معك اربع اشهر عاد بعد هلا ريح شوي معاه ممتع رفع هذا الراي ممكن مدعين احنا شو الكاميرا الكاميرا بتحكي كيف تعطى الكاميرا
المخرج غالبا راح يكون مخرجين خبره قد ما اشتغل اكثر وين خبرته كانت ترفع من 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 مكانه المخرج المخرج بالشهاده قد ما هي خبره وعدلني اذا بحكي غلط يعني كلام مش طبيعي بس المخرج كثير بحبه وكل عنده خبره لما كان عنده خبره اكثر لما كان نشط في التعاطي معي اخطر ممكن يصير على حول لانه هو بتعاطى مع حول هذول المبدعين بالاخر كل قناه برضه بهذه الطريقه تفضل دور دور ايه طب هلا انت ضيف افرض ترى كيكه فجأة كيف يعني ترى فجأة؟ يعني خلاص ترى الله بقولها هاي الذهب انت فيها ضفة انا مش عاجبه اه خلاص يعني ترى وطلع برا لا 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 خلص خلص عادي جيب اخوة اشي احترام لا هلا هلا رح يتقلني من هيك هلا انا ما صارت معي بس يعني بس بدي افضل جدا انه انا كنت بسأل الضيف يا اخي انا زيت وقام انا كسبت هذا نص الفلوس انا كسبت ما حكيت عنه تعال الامر وحلو معك مين كسبان انت وطرف ثاني لا لكن في طرف ثاني معك اذا في طرف ثاني وهي مصفي مصفي هذاك خلاص الموضوع انتهى حتى خلص خلص مخرج عارف نحن هيعرف اني نحن او انا حطع فاصل اكتس بالفاصل مباشرة لما انت تكوني طالبة حيكون المخرج من العادة عندك تحت ايش بدك؟ تحب اكمل ولا اخلص؟ طب هذا تفصيل هادي اسأل اسألي اوكي اذا طلعت ضيف هل هذا الشيء ممكن يعني كإدارة كإدارة القناة رح مثلا المذيع يسيء ممكن انا فاهم اللي انت بتحكي بس انا بحكي في بس انا فكر كويس انا بشوف بالضبط ايش بصير بس نخلي الباقيين هلا بس في حال مثلا انت مخرج ومعد ماشي مع بعض ظروف هم انه واحد منهم حيتغير مثلا مقدم او مش مقدم معد او المخرج إذا واحد مكانه بحيث للمذيع اللي يعترض المال لا تقدر يشتغل معه أو إحنا هيك عم ندخل بسياسات قناة وسياسات برامج هاي وحكمها القناة سياسة القناة وسياسة البرنامج كل برنامج له طريقته إحنا ما لناش جواب عادي جواب المذيع الثاني هذا معك برنامج أوكي جاب مساعد معد ما قلناش مين منكم مساعدات طب بابا كيف سيم سيم معك سيم سيم إدارة القناة دائما بتحس حالك كل إدارة يعني حق كل إدارة تشوف حالها هي الأكثر على تقييم الموقف إنها هي يعني بتعرف قصتها أكثر منك قدر مصلحة برنامجها والقناة بتعتبر إنك أنت الموظف هذا برنامج برنامج القناة المعد اللي بيشتغل معك معد القناة وبرنامج القناة ناجح لا برنامج القناة ناجح بس الغلط عليكم أي غلط عليك طبعا عليكم طالما أنت طالما برنامج ناجح أنت منيح وحين حكى لك شكرا في القنوات المحترمة يعطيك العافية عم تعمل شيء منيح شكرا لك في قنوات هسه بتقول لك هذا الحكي بس عم يكون شايف ايش التعامل دائما بيتم يوم ممكن يسأل يجيك هذا شو عملت امبارح؟ شاي انا عملت شاي ليش عندي برنامج؟ بس البرنامج برضه كان جاي برنامج بيرفع مستوى القناة بيرفع مستوى القناة يعني القناة بتحترم برامجها بتقدر برامجها وبتقدر بتقدر تشتغل في برنامج في يعني اصلا المذيع بيجي متأخر على الهواء بيطلع عازم الثمانية ونص بتصير عشرة ونص والعشرة ونص بتخلص أربعة ونص عادي مش مشاكل. زي القناة اللي سكرت هاي بفترة إنه أساس إنه والله أنا أقول عشان البرنامج هو طلع تكلفة خمسة صناعة بس يعني. بعطي أمثلة. قصدي أنا حكيت أنا بحكي شيء بس مضيع. سؤال كيف توصل لأول عن جاهز الوقت وقتنا في الطول سليم لأنك أنت في أي ظرف ممكن ضيف هو بيحكي المخرج برضك إنه ما يقطع
المسؤول عن تبليغك انه مايك بيقطع المخرج بس اي مشكله تقنيه يعني المخرج بده يحكي لك انه مايك بيقطع يكون استنفذ كل الجهود الممكنه يا خالد ضيف يحكي فاهم قصدي؟ اخر خيار انه يبلغك انت بالمشكله يعني مش وظيفتي انا احل مشكلته ولا دوري اني انا افكر بمشكلته بالضيف يعني الضيف والله مايك بيقطع انا مايك ما كاي فاخر خيار بيجر المخرج يقول لي انه على فكره الضيف بعدين كيف بدي اوصل لك رساله في مخرجين مبدعين الحق مش صوت مش طالع اطلع فاصل طب كان في موضوع كثير هيك داخل مضبوط كنت ترضيع يعني شخصية هون شخصية البرنامج وشخصية المذيع وين تطلع انت بتقدر تغير ملامح وجهه جدية مطلقة هو بيحكي موضوع ممكن يكون عادي جدا اعطيها جدية تخوف فيها اللي هو هذا مضطرين هلا نطلع فاصل وحنرجع لك نكمل الكلام اللي بتحكي تحكي معاه بهي الطريقه وعينك في عين وانت كمان شو حتشحر حتشحر جحر حيفهم مثلا انك انت عم تحكي موضوع لا مجال للنقاش فيه فحيسكت حتطلع الفاصل بطلع الفاصل بقول له معلش شب انه ما يطلعك كان اطلع شوي شغل الموضوع فيها وتكمليش معك كملش معك إذا كملت معنا نقاش لو حبيت سنة حكيت لي حكيت غيره طب أعيد أنت بدكش تدخل في هاي المتاهة يعني كنت كنت معه فحترجع عشان كيف إحنا نرجع الحكي اللي حكاه تحكي باختصار اللي حكاه تفضل كمل لما أنت حكيت باختصار إيش هو حكى هو فهم إنه هذا بس اللي راح عنه وانت حكيته حيكمل راح نوقف عشان هيك هدول في البرنامج انت مذيع بقيت تعمل حالك تلبس كبسه زر بتشغل لما بدك بتوقف لما بدك بتطفي لما بدك انه لازم تفهم ما انت بدك اذا الضيف بضل يحكي وانت بتحكي مشكله اذا ضيفك وانت بتحكي لو سمحت بكمل انت مش مذيع مش ماسك حالك على فكرة انت رايح بحالك مرات تكون عندك اربع ضيوف اربع ضيوف هاي بنسميها احنا معركة طاحنة مين اللي بنطحن فيها؟ المذيع المذيع انا بقول هاي كيف المذيع لازم يشتغل بالضبط بس لو عندك اربعة قلنا كمان مرة المذيع بنطحن عارفين ليه؟ لأنك أنت بتسمع أربعة أربعة عدين جنب بعض إذا كنت تحكي مع الرابع ممكن الأول والثاني يبلش فوق الصف ما يحتاج تغش بعض أنت وياه يعني إيش فيه؟ إذا ما كنتش أنت كثير قوي لما دخلوا الأربعة على هوا حسوا إنه إذا أي واحد فيهم عمل عملي أنت ما بتحبها حيوكل بعده طريقة ما ما حيمشي بعد زمان عشان هيك اذا كان الرابع عم بيحكي والاول عم بيحكي مع الثاني لو سمحت بتكمل تفضل بفهم مو اذا حكيت كمان مره حتكون لو سمحت كلمه ثانيه
بطلع بالفاصل مش يمكن يطلعها من هنا بس مرتك بس شو بحكي له اذا ممكن نسمع الاخ شو بحكي ممكن اذا تفضلت هاي بقى خلص هذا اذا انت وصلت معك انه اول لو سمحتوا بعدين اذا ما بفهم ايه اذا مش حابين احنا حابين نسمع كل وجهه النظر اذا حد تحكي وجهه نظرك لحالك ممكن تحكي لحالك نرجع شو يصير فيه هو؟ بخاف انت فهمت قدام الشعب كله بخاف ومستحي وبصير يقول لك انا شو بدي اعمل ممكن لما ترجع له كمان شوي يجاوبك بدي اياه عارف مش عارف يحكي بتعمل ايش؟ بتذكر انه ما احترم هم في دورك حكت ملاحظة كثير مهمة لما انت تدخل على الهواء قلنا بنعطي مقدمة ممكن نخطبك ونمشي بس بعد الفاصل قبل الفاصل قبل الفاصل بدك تلخص يا المذيع شو صار في كل ما قبل الفاصل شو بدك تحكي بعد الفاصل هدول كلهم 30 ثانية اذا مش عارف بعد ما ترجع من الفاصل بدك تقول انت شو حكيت باقل الوقت اللي حكيت فيه عن اللي حكيناه المره الماضيه تحكي باسهاب اكثر عن اللي بنحكيه كله 30 ثانيه اسمين تحدثنا عن وسنتحدث عن بعد الفاصل بعد الفاصل تحدثنا عن وسنتحدث الان عن ليه انت هون فرق السؤال ليش انا بدي هاي النقطه المشاهد ما بيعرف حتى قبل الفاصل انا فتحت بعد الفاصل بلاش انا فتحت قبل الفاصل ب5 دقائق شفت اثنين بيتفلسف ماشي ايش المدة تبع الفاصل فاصل ومواصل يلا باي والله مش متابع مشاهدينا لا شو حكيت؟ ممكن كنت ناقش شيء خارج الموضوع الأساسي لما دخل وقت بالضبط لما دخل وقت 5 دقائق وصل الفاصل لما حكيت له أنا إيش صار إيش بيصير كأني قلت له تفضل أنا وسهلا أنت ضيفنا اليوم وهي أنا أتوقع إن شغلة بترجع حسب القناة وقوتها بتصير ذكرى يعني مثلا إذا قناة زي رؤية بدها جمهور كثير يعني ما شاء الله ناجحه وقاعده تنجح يعني انت مثلا في البرنامج كل شوي تسال سؤال ابصر ايش عزالة معنا فلان الفلاني بدنا نتحدث عن هذا الموضوع ترجع فاصل القناه اللي بتصير لما يكونوا جايبين برنامج وفي برنامج حواري طويل عريض بي بي سي بي بي سي احنا بنحب بي بي سي ما بعرف احسن دراسه ممكن مشاهده في التلفزيون او نحصل بلاش بي بي سي بي بي سي بتقول لك دائما ربع عليه دخل وطلع المشاهد بالبرنامج بالضبط انك ظلك تمسك مشاهدين بس زي قناه مثلا مش سالك قناه مش سالك عربي مش سالك زي مثلا محدش فيكم مش ممكن في يوم من الايام يشتغل قناه مش سالك اخر همك انك تشتغل قناه مش سالك بس سوري بس نطحتها احنا كنا بنلخص بقدر 30 ثانيه لك كضيف لا لا دفعي علاقه اوعي تمسكي اول برنامج كضيف مش شغل محله بتطفش نص النص اللي بده يجي اول جواب لازم يكون كثير يكون قصير اول جواب كثير الشغله انا شوي اللي هي موضوع اذا طلع الضيف كان في انا بالنسبه لي انا كرأي شخصي يعني بعتقد انه من نجاح المذيع طبعا في قاطع مدعين يعني بقى بقى غلط عليك انا بحكي اذا المدير ما كان ما كان عبيد طلعت طيب طب وقتها ممكن انا عم بحكي لك كاداره حاولي شغله بتحمل مسؤوليه بالاخر المدير بتحمل مسؤوليه بنحمل مسؤوليه الهوى المدير بتحمل كل مسؤوليه ونضيف بحكي كلمه الهوى مسؤوليه المذيع ما هذا أنا كنت السؤال بس أنا كيف سوني رفعت إيدك أسف أسف جدا جاي من المذيعين ولا المذيعين بخافوا من أصحابهم لا أنا كنت أسأل بالنسبة للمشكلة القانونية أنا كنت معك ناس على الهواء ممكن كنت تغلط أو المذيعين هلا بقول هلا مين بتحمل هاي الأمور مين اللي بيمشي فيها هلا حنحكي لأنه أنا كبرت بتوقف مع بعض ونحكي
اول شيء اذا طلع اول شيء كل كلمه بحكيها ضمن مسؤوليه المذيع الحر يدافع عن قناته كذا. اذا راح حكى واحد من الضيوف فلان فلاني فاسد انا ضليت ساكت لو هزيت راسي لان فلاني حيرفع قضيه على رؤيه دفاع عن فاول تحت بني نوبي فاسد مباشرة بكون غير مذيع حر. رأيك الشخصي له الاحترام لكنه بضل رأيك الشخصي. تفضل تقطعيه مباشرة. إذا الضيف طلع وثيقة على الهواء تتابع الوثيقة صح ولا غلط؟ لا فيها مباشرة هي الوثيقة وثيقتك وأنت أظهرتها وهي على مسؤوليتك. ارمي ارمي هذا الشيء ارمي. ما تحملش المسؤولية لبرنامجك ولا تحمل المسؤولية لقناتك. هاد دورك لأنك أول واحد حط ورطه كالعادة معد برنامج. شوفوا قديش بيحمل المعد. من يقاضى في البرنامج هو معد برنامج. شو فيها أنا آخر واحد بنحك عليه. لبس بعد معد برنامج رئيس التحرير في القناة مش أنا. بعد رئيس التحرير في القناة الإدارة بعد ما يخلصوا من كل هدول مش بيطلعوا عليه. ممكن لو سمحت تفضل عندنا. فأنت شو واجبك أمي صلى إنك أنت بهمك معدن بتهمك قناتك. فأنت لما واحد يغلط كثير من شو تطلع عليك تحتاج إياها حبيبي خليها معك علمك شو ما حكى على مسؤوليتك. شو ما طلع وثيقة عبر عن هاي الوثيقة وثيقة معك وتحمل أنت كافة مسؤولية عنك. بس ما تكمل. إذا مد كثير تقطعه خلاص. عم بحكي في مجال ممكن يسبب مشكلة للقناة. هذا الحكي مع الخبرة بس أكثر معي. هل في حال تنال هناك ضيق؟ ضيق. لا تسمحلوش. مفضل أو رغم عليك. عشان تكون أنت فاهم وقتك. ممنوع يتمادى عليك لفضل. لأنك أنت ممنوع تكون سامح له شخصيتك إنه يتمادى عليك لفضل. وجاي على هو خايف منك. لو صارت انا ما يعني انا ما صارت انا في عندي اثنين غلطوا على بعض فرديا وحاول لك شو اللي احنا لما اثنين بيتعاتبوا ضربوا بعض بيضربوا بعض صرخوا مع بعض بطريقه غير مؤثره يكون المذيع دور والمخرج دور انا بصفي دور المذيع والمخرج والمعد بيكون جاهز على الدرجه ينزل في كذا ليش عم تلحق؟ يعني تلحق من الطوش بس ما ترجعت. رؤية مثلا تعملنا مشكلة إذا صارت الطوش. طبعا. ليش صارت الطوش؟ كيف تسمحلهم؟ مين اللي تأكلوا مع بعض؟ فجأة أكلوا مع بعض. كيف تأكلوا مع بعض؟ نشوف الحلقة. يلاقي المذيع يعني وقع بيناتهم. بقول صراحة إنك أنت مش منيح. بس بطريقة مو غني جواب أستاذ. تعرف في إحنا شخصيات إحنا. اليسار بحب سلطان حسين. يسار قوي. يسار قوي. الناس كانوا اسمه ما بدل غير. طيب ماشي. بحب جماعة عبد الناصر. جبت عبد. واحد من الاثنين. تضرب عندهم على الوثيقة مباشرة. الإسلاميين بهجموا اثنين بقسوة بقسوة كمان عبد الناصر سفاح صدام حسين مجرم فلما يكون اثنين على الهواء لازم أسأل سؤال عن مصر عشان يجاوبك إن عبد الناصر عشان أكلمه هذاك راح يعصب بسرعة ليش قال عبد الناصر لا هو انت بتستغل صوم سياسي بينهم انت لا تعلق اكل الناس ولا نستطلقهم يسألوا عن مصر يسألوا ايش تاني ما رأيك بحكم مرسي اي طبعا يسار ما شاء الله وين هو عبد الناصر اللي دبح الناس خلاص هاي بسألوها دايما بتقول انت دارس شو الاسئله اللي يمكن انا شو هاي نحو كان شو ازاي انه انت فتره فتره كبيره انا شفت نفس الاخوان زيرو حكي كثير مع الناس واحترموهم واخذ النقاشات النهائيه هاي والرايه كثير بس
من شهر لشهر. حلو الأحكاية شوية تبارك. كثير. دائماً أحد اثنين يتعزل مع بعض. مثلاً لا طبعاً. أحد الجل. مثلاً إحنا نقول عمي ما تفتحوا عارفين إنه إحنا رايحين اليوم. حط الطوش. يكون مبلغ الطاقة بالتصوير شباب اليوم طوش لا عايز لا ما المخرج بالواتس ايده على الكرين زي لعبه ليه الكرين بعيد ومتعلم مصطفى شكله محبة في الكريم بعدين الكريم بيطلع منه فاصل بسرعة وهو مرتاح بس وبنكون الملغين الموعد والمذيع على فكرة ذات الجماعة واضح على فكرة بعد أول 10 دقايق سؤال الطوشة من أول 5 دقايق ما بتعمل طوشة لازم 2 يورو شوي ويحسوا حالهم يعني ماسكين مركزين حالهم فاهمين الموضوع مرهم تمام بعطينا كمان 5 دقايق سؤال ثاني شوي حالي شوي بس مش طوش بعد 10 دقايق تعطيهم السؤال اللي هو يلا شباب تكون كمذيع صاحي وين وصلت مرحلة وقف عشان اقول لكم بعدين الطوش بتصير بين الاثنين على هذا بس في مرات ناس تنزل هي على الاول تنسى بنسى انه على التلفزيون والناس بتشوفه مو هو مبطل ويصير يسب ويغلط انا احكي بالزور ابدا كمذيع ولا دور كرمال تحدى لما يبلش عندك غلطه باللسان حتوصل الايدين اكيد عشان هو راح فيه فاصل انت طبعا دورك على كله هذا دور تمثيلي امتياز عشان ما فيش بالزبين لو سمحتوا انت مسأل السؤال ارجوكم يا ضيوفي انت اللي سالته انت ايش بدك انت اللي سالته انت تصير تهدي لو سمحتوا يا رب اخرج يكون محترم ما يقطع عليك ابتسامه من تحت البيت انا مسيحت النفوس وحي الكود تبع نبض البلد تحدي النفوس خلاص دور السؤال انت عندك كمان بيكون مش عايزين عشان ايش؟ يدخل ولا احنا ما بنسمع بسياسة دول اثنين دول مع بعض بس ممكن تصير اي بلد اوكي وما بنسمح كمان يغلطوا على بعض احنا صارت عندنا مره واحده طلعت ما سمع على حقه عادي كل واحد فينا كان تقريبا من اخر طلعت الحين بعد الهواء يجيب الفاصل يقدر 8 دقائق عادي ان الحلقه قبل كل هذا انا شايفه كل هيك احنا كاننا دور في التوقيه بين الضفيرين مارسنا خبز الاعلام هذا رفدنا للاسف كميه يعني كانت صعبه يطولونا لانه كان يعني فعليا ما كانش وقت حد النفوس سبقوا هم الاثنين مش عارف كيف حد الامور عادي كان بدر رفيعة وعمر كلها صراحة ما حطش معي لسه والله في سؤال عند النفوس طب هاي لسه ما كان هذا الشيء في الوجهة يسار مستنيين كلام لا مش يسار أنا عمر كلها في سالي بعد هم لا مفصلين قوميين والموضوع يعني خير العلاقة بالدولة الأردنية مختلفش عن العلاقة عن الكلام. صارت المشكلة مهمة أنا أحس صراحة. مش دائما أنت كمان سؤال هذه النفوس اللي بصمت. عكس سؤال ما مش دخل بهذه النفوس توقع. والله مش قصدي. ساعتها بتلاقيني كثير أنا وجهي ماسك مش قصدي. مش عارف لو سمحت ايش فيه؟ مش ناسك مش هسه تربت عليه والله يا ناس تربت عليه مفاجأة. اخترح لآخر حلقة. مش من الأول. لا قبل الفاصل بس استنى شوي هسألكم والله بس انت بتتقاتل بس طلعت كم مره وانا قناه كثير صارمه
من هو فوق ممنوع من يجاوب الاثنين انهم يصطفوا ويتحكوا ممنوع بالنسبه على الهواء ممنوع يجاوب اللي بيغلط على الهواء ممنوع يجاوب احنا عملنا حرب الشروط ما كانش هدف نهائي بس احنا خسرنا اثنين من ضيوفنا هذا كانت في برنامج خصوصا عشان كلهم تبعني مش دائما حلو انك تجيب ناس يطلعوا تشوف كل نبض البلد ساكتين احنا عنا سته سبع طاجات برنامج يومي مش مره في الاسبوع اتوقع احنا عملنا استنى على سبعه كثير النسبه منيحه مريحة ومقبولة حتى اللحظة وأنا بقول كمان قديش حد المشكلة يساري على ثاني ثالث ممكن تكمل زي بس ما بتوقعش جيب خان في لندن مستحيل أحمد فاتح شو تديره؟ ولا صفيت شوف على أسئلة أحد اللي هو أسماء أنتوا مش عارفينها مش كلنا بنعرفها بس لما تصير تشتغل الإعلام جوا يعني بدك تكون عارفهم وعارف شو طبيعي طريقتك خليك هادي يعني خالد ممكن تكتب يعني اذا حب يناعس اللي جنبه ممكن يناقصه بس اذا عصب يعني اذا خالد نوع انه يطفي اللي جنبه بيطفيه اذا كانت الملعب مديحه لا تطبطب عليه تحس تحس الاب الحنون زي بص على ايش دكتور خالد وبيجاوبه بطريقه كل غلط فيه وهو بيحكي مستحيل انا ما اعرف مثلا في الحركه الاسلاميه عينوا السكر جيبوا عطوش طوعة حيصرخ طب بسرعه ساعه يستفزه في ضيف سهل يستفز في ضيف صعب يستفز في مذيع شاطر بالاستفزاز مدير سيء المذيع كل ما يسأل عليه لما أستفيد أسأل قصة شكلك أشكرك المذيع نو أحسن لما تسأل السؤال في السؤال ولا خطي بوقع فيه يعني العكس أنت وأنت مبتسم ضيفك متضايق حسن مرتاح يقول لك أنت مش مرتاح يعني أنا هذا اللي تعالج محمد على فكره بعض هذه الكلمات مش مرتاح للتقديم اوكي انا تناويهم في حركات بتصير عند المذيع على هو بكون حاسسها بس انا مخرج متابع له كل حلقه بصير منتبه طيب بصير منتبه ان المذيع لما يعمل هاي الحركه معناته غلط شيء عرفت قصدي؟ ما جبت شيء مذيع مسك الألم بسرعة إذا مسك الألم في عنده شيء المذيع بسجل وأنا بصفي دور المخرج يكون المعد يكون ذكي إنه طيب بده إشي ولا بعض إشي لأنك إحنا مزعجين دائما نضل متابعين كمان إحنا على الهواء يا أخي زهقناكم خلاص ما حد يرد أتمنى طلعت معروف ان هاي اول ما تيجي الحلقه لما يجيك مذيع ضيف انه تحاول انه لازم تساله عن شغله او تحكي تفتح موضوع معه يعني هل انت في شيء لكل يعني مثلا عن الرياضه او عن الطقس لا لكل واحد انت بتساله سؤال لا يقول لك حسب الجواب كيف كيف تتعامل معه؟ دائما هي بتكون مشكلتنا لما يكون ضيف واحد لك ضيفين بدخل في موضوع دائما ضيف الواحد حسب مين رئيس وزراء شخصي نختصر مو يعني جايين معاه 8 في الجاليري فوق 4
في من تحت الأرض. وفي حوالي الكاميرات 8 حرس. طبعا من الباب تلاقي في 15 سيارة واقفة. يعني هيك أرجع راسك. بس لو في اللي بيستلم حلوة بالسيارة. خلاص. لأنه في مرة ورشة عند كم سباستيان حفته تبعها الدوحة. أوكي. طب احكي في بريطانيا عند كل المدن استاندرد أول ما يجي الضيف اسأله عن الرياضة عن المباراة اللي صارت آخر المباراة وعن الطقس بس ما تحكي لي محبات الجو أو بتشجع يكون بالضرورة أو أوعى تحكي مع واحد بريطاني إنه مثلا أنا بحب الأردن أنا بحكي عشان هيك لا تعتمد على كل مدرسة شو بتحكي لك في شيء اسمه الواقع الحال أنا بحكي بشكل أنا مثال لأنه كثير بيسيء بعض الوجه كثير مفيد بس أنت يكون مركز بالآخر أنا في الأردن بدي أطبق هذا الحكي على الأردنيين بص الحق في المدينة ما بيجيش عندك على الهواء أصلا ما تطلبوش خالد المجال هذا خالد بيجي إعلامي بس كان أنا بعمل برضو ما نحكيش أسماء من جنوبته بلا مش حلو أوكي هذا بس برضو he's very aware of being live on air by the way yes he knows لازم والله ما أشيء نسيا كم هيك ما توجهتوا عم انت لما توجه لخالد المجال هيك تو لا ما بتفهم هيك تو انا بنسف له هيك لا ما ينفعش كل هذا بس انت خير بس الله عم تهرب بس انت انت ورطني هلا وساحة مع ساحة ساحة مع ساحة ما بصبر بصيرش تغلط لما تحكي موقفك تغلط زي ما غلطت هلا بصيرش تزور دومي ليش هي دومي هاي؟ انت لازم تطلع جاوب السيف سهل تسأل سؤال على عقده ولما يجاوبك يجاوبك ويجاوبك يجاوبك من جوابه من جوابه وبسرعة سؤال الوطن العربي تفكر الوطن العربي عموما يخذ بسرعة لأنه أسهل إيش يعمله إنه يقول لك أنا ما جاوبتش سؤال هل أنت بتسأل شخصيا أو بشكل عام تسأل سؤال بتوقع جواب عشان تأخذ منه سؤال ثاني هل أنت تضيف أنت يعني تضيف هاي في محور حوالي الأمور بدك تدخل هاي الموضوع هيك تشتغل؟ أنا لا بدك هيك تعدل بالضرورة كل واحد فينا لما بده يجي ضيف بده يجاوب سؤال أو في نقطة معينة بده يوصل لها فبدك تضلك تلف بدون ما توصل لها مش مراحل يعني شغال دائما في محاور في محاور الحلقة إذا أنت شعرت كمدير إنك ما أنظر في المحور هذا ما بدك ما أخذت اللي بدك إياه أنت غلطت أنت غلطت أنت أسئلتك غلط طيب سؤال هو في إذا قدر يتهرب بس كم مرة وعك تحكي لي إذا يتهرب ما دي مكان دي يقدر يتهرب منها شو تعرف أنت على هواك شو حاولت حاسبه كثير الزلمة هلا إذا حاولت حاسبه كثير الناس فهمت إنك أنت حاسبته هو ما قدر هو فلت مش هرب بصفي صفي هو ما قدر إلا قدر انت اللي جاي يعني فهمت لا حرك انت بعدين انت يعني مش ثلاثه لا واحد بضرب من جواب انت تسال يعني اصلا انا قصدي انا gonna do what you do كل صوت الفكره صح؟ اوكي لانه على 3:30 في international session ف if you guys want to take a little break you go to the hammam and fish some wine you can ask him for him in an informal way بس عشان احنا set up the next I'm sorry I don't want to they're enjoying it a lot كثير كثير حلو بس ما تحكوا هالحكي هذه مذيعين لحدا برا لا ما تستخدم انترناشونال بس صار دولية حاولوا قد ما تقدروا تخبوا المواضيع هاي ما تحكوا لحدا Thank you so much.